السلام عليكم، هلا وحبايب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ يا رب ان شاء الله كلكم بخير. رجعت لكم فيديو جديد، واليوم الفيديو راح اطبخ وياكم البامية المجمدة اللي جمدتها ونزلت المقطع مالها قبل هذا الفيديو، اي قبله، او يعني قبله بفيديو او فيديوين. وهنا مثل ما تشوفون حطيت عليها شوية ماء وخليتها تموع. وهسه خلونا نبدي. بسم الله. مثل ما تشوفون هذا الجدر راح اخلي بيه شوية زيت، واخلي البصل. طبعا هي البامية ما نخلي عليها بصل، بس هاي لان راح اخلي لحم فخليت شوية على مود الحمس مالت اللحم. وهاي الطريقة كلش حلوة ومضمونة، وان شاء الله تجربونها وتعجبكم. طبعا انا اطبخ المرقة بهاي الطريقة، وكل يالي ياكلها او يذوقها يقول طعمها يخبل. وهنا خليت اللحم، وهذا اللحم سلكته انا يعني مسلوق وكامل الاستواء. هسه راح ابدي احمسه ويا البصل. البصل بس ذبلته وخليت عليه اللحم. وجفة حمسه بسيطه حد ما شويه يطي اللحم على لون ذهبي. هنا خليت فصوص الثوم، وابقى احمس بالجدر. كل ما تحمسين الجدر اكثر كل ما يصير طبخك احلى، يعني حلاوه الطبخ هو الحمس. وهنا خليت الباميه. طبعا هاي الباميه جبتها من البطل، خليتها لا سلقتها ولا شي. هسه هنا راح تبدي تحمس وي اللحم والبصل، وما تنمرد، لا تخافين عليها. ومثل ما قلت لك قد ما تقدرين حمسي، ولا تخلين الجدر يعني وحده على النار حتى ما يحترق او تحترق يعني القاعيه مالت الجدر. هنا خليت شويه من البهارات هم على مود اللحم، لان الباميه هم ما تصير لها بهارات، راح شلون اقول لك راح تطلع هاي الماده مالت الباميه اذا تخلين عليها هو كاري، وتصير المرقه موشي. وهنا أنا على جهه خليت خاشوقتين من المعجون، حليتهم بالماي وراح اخليهم بعد ما حمست الجدر. شوفوا بعد ما حمست الجدر كل زين. وهنا راح اخلي عليها المعجون قلت لك، وراح اخلي شويه ماي حتى ينحمس المعجون وتطلع ريحته. والباميه لا تخافين عليها، شوفوا ايش قد حمست بيها، هي لا تنحل ولا راح تنمرد. وهنا بعد ما انحمس المعجون وشفتيه عزل من الزيت، هسه خليت الطماطه، حلات مرقه الباميه هي الطماطه، تعطيها طعم كلش حلو. هي صير تنطبخ بس بالمعجون، بس الطماطه تعطيها نكهه ثانيه. وهسه هنا خلطتها حتى ما تبقى لازقه بالجدر. وهنا بعد ما انحمست كلش الطماطه وطلعت ريحتها، لان اذا ما تنحمس كلش راح تبقى ريحة الزفرة مات الطماطة بالمرقة. شوفوا وصلت لهاي المرحلة كلش انحمست. هسه راح ابدي امرق، راح اخلي الماي. وهاي مرقتنا ان شاء الله جهزت. ها وراح اخلي الملح، هم مبين بالتصوير ما ادري ما مبين. هنا خلطتها حتى يعني تتجانس المواد كلها، وراح اخلي شويه ملح وتانيها تفور. والثقن يعني الثقن اللي تردينه انتي، اكو ناس تحبها كلش ثخينه، اكو ناس تحبها وسط حسب. وهاي مرقتنا جهزت، وسهمكم العافيه. ان شاء الله تجربونها وتعجبكم. واذا وصلتوا لهنا واستفدتوا من الفيديو، اتمنى تخلونا لايك وتشتركون بالقناه، لان ماكو دعم فهذا الشيء ما يشجع. وهنا خبزة، هذا الخبز الحار بعد مرقة بامية، لازم ويا خبز حار مقدار قليل. انا هم حاتيت لكم على الخبز مالي. وهاي مرقتنا شوفوا شكلها والله العظيم وطعمها، شو اقول لك علي. ان شاء الله تجربينها وتشوفين.
حبايب لا تقصرون باللايك والاشتراك حتى انشر لكم او انزل مقاطع اكثر. واللي هنا خلص فيديوني، وهذا غداني، وسهمكم العافية. باي.